أصبح أحمد عيد لاعبا أساسيا في فريق الاتحاد على حساب أحمد عادل ميسي المستبعد من قائمة زوران مانولوفيتش. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، خالد الغندور وكريم الديب، اثنين من اللاعبين تألقوا من الموسم الماضي. كريم الديب بعد الإصابة رجع في تراجع مستواه بنسبة كبيرة، هو وخالد الغندور. يعني أنا برضو الفترة اللي فاتت برضو كان يعني أحمد عادل ميسي من اللاعيبة اللي فرقة بشكل كبير جدا 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 في مستوى الاتحاد الموسم السابق وفي بداية الموسم ده، لكن أحمد عيد يعني أثبت وجوده نفس ما بنتكلم على صنموتو وبولولو، نفس القصة مع أحمد عيد وميسي. أنا أعتقد إن في أسباب داخلية، إحنا مش بتبقى كل حاجة معلنة، بس في بيبقى في سلوكيات ممكن بين اللعيب وفي حد من بعض المسؤولين في الجهاز الفني في مشاكل، لان لعيب بقيمه ميسي في الاتحاد. دي معلومه ولا توقع؟ لا معلومه. معلومه في فاللعيب لعيب كبير جدا ولعيب بيفرق في اداء الاتحاد، هو وابراهيم حسن انا وخالد الغندور ثلاثه من لعيبه الكوره اللي نادرين جدا في الدوري المصري، وكمان الاتحاد عامل فرقه محترمه جدا. صحيح. يعني النهارده لما بتتكلم في كل مركز في اتنين وفي ثلاثه كمان. صحيح. لا نعرف ان الاتحاد في منطقه يستاهل اكتر من كده. وكمان الخساره الاخيره من ماتش انبي يعني دي بتحملهم طبعا المسؤوليه طبعا، لان الاسامي اللي موجوده مع الاستقرار اللي موجود في الاتحاد يستاهل هم يبقوا افضل من كده. المسانده الجماهيريه اللي احنا شايفينها، ما ينفعش النادي الاتحاد يمشي على سطر ويسيب سطر، يمشي على سطر ويسيب سطر. اتمنى ان احنا نشوف استقرار فني. المدرب من بدايه الموسم النهارده عامل اداء كويس جدا. الحاجات الصغيره السلوكيه اللي بتحصل ديت ممكن تخسر فرقه فنيه، واحد زي ميسي لا يفرق كتير جدا جدا، لكن احمد عيد من اللعيبه اللي اثبتت وجودها ولعيب شغال بشكل كويس جدا على الاطراف وبيكمل في عمق وبيجيب اهداف ويلعب يمين وشمال بالظبط، فدي الميزه اللي عنده. لكن احمد عيد بس ان هو يعني دفاعيا افضل من ميسي. دفاعيا افضل يعني هو بيعتمد على المدير الفني في الشكل الدفاعي، لان احمد عيد بيكمل مع الهجمه وبيرجع يدافع تاني نص الملعب بيقفل. احمد عادل ميسي من اللعيبه ما بيعملش دي، اللعيبه اللي بتعمل لك حلول هجوميه. ممكن استغنى على الحته الدفاعيه اوظف له بيدافع كويس عليه سواء باك او سواء نص ملعب، فانا محتاج عندي الميزه الهجوميه اكتر. لان الكره الحديثه طبعا طبعا الاثنين مع بعض، الكره الحديثه لازم الاجنحه لازم تبقى تحت الكوره. الكره الحديثه يا حبيبي بتتكلم، مفيش مدرب هيستحمل ان لعيب يكمل ويقع شويه ما ينزلش نص الملعب. بص يا عمور، الكره الحديثه دي لسه احنا عشان نوصل لها محتاجه ان احنا نتكلم كلام كتير قوي ونعدلها حاجه كتير قوي. فاحنا بنتكلم على الدوري المصري، فما تدخلنيش الدوري المصري في الكره الحديثه. لسه الدوري المصري عشان يوصل للكاس العالم اللي انت تتفرج عليه والدوريات الطرق اللي الحديثه اللي هم الباكين الهافين اللي دفعوا تحت الكوره في نص الملعب. انا بتكلم عن زمان بس ما كناش كان الهافين بيكملوا وما في مبقاش الموضوع ده. الموضوع ده طويل. ممكن مدير فني في الكرة الحديثة يستفاد من لعيب بيعمل له الفرق الهجومي 100% ويوظف ناس في الحالة الدفاعية اللي ما يقدرش اللي هو يعملها، فبيوظف له ناس كده. لكن الكرة الحديثة ان انا النهارده خلاص الكرة بقت هجومية ودفاعية، لكن اللي يفرق في فرقة من النواحي الهجومية لا انا ممكن استفاد منه كمدير فني. هو ده اللي احنا بنقوله احمد عادل.